كلمة المؤسسة الداعمة للمؤتمر يتشرف بإلقائها سعادة الأستاذ طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ورئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لمعايير التأهيل والاعتراف الدولي بالشهادات المهنية المحاسبية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله، صاحب السعادة الدكتور عبد الله عبد القادر وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أيها الحفل الكريم، صناعة المعرفة هي صناعة للمستقبل والطريق إلى مستقبل زاهر. فمنذ احتاج الإنسان إلى الإدارة مر بمراحل كثيرة، آخرها طفرة صناعية تشرف على ترك عرشها ليحل محلها طفرة معرفية. وها نحن نرى أغنى رجل في العالم بيل جيتس موظف معرفة يعمل في مجالها، وما الحاسبات الآلية إلا إحدى وسائطها، والكثير من أكبر رجالات الإدارة هم موظفو معرفة. لذا نستطيع أن نستنتج أن من أهم وسائل الثروة في القرن المقبل هي المعرفة. وها نحن نتحدث إلى هذا الحفل الكريم المنعقد في أحد مصانع المعرفة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. لذا أرى أنه من الواجب علي ومن على هذا المنبر أن أرفع الصوت منبها إلى عدم كفاية الثروات الطبيعية اقتصاديا في المستقبل القريب، بمعزل عن الثروة المعرفية التي ستتحكم بالثروات الطبيعية. فلا بد أن يصبح إداريو مجتمعنا موظفو معرفة كما كان أسلافهم من العلماء الموسوعيين. لذا آثرت ألا أقف على منبر إلا متناولا هذه القضية بالحديث لما لها من أهمية قصوى. سيدي صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، العولمة وتحرير التجارة ما هما إلا تكريس لظاهرة الفردية الأممية. فالدولة بين الأمم كالفرد في المجتمع مضطر لمسايرة نظمه وإن لم تعجبه، فلم يعد هنالك متسع لمن يعمل بمفرده خارج إطار جماعة تشد أزره. فالباحث عن المعرفة ليس كالمصنع لها، وقد جاء مثل هذا المعنى على لسان الرئيس الأمريكي في مؤتمر التجارة بالأوروغواي عام 1992 في قوله إن مشكلة الدول النامية أنها أضاعت ما يقرب من 30 عاما من استقلالها في البحث عن كيفية توزيع الثروة بدلا من البحث عن الثروة ذاتها. لعلها كلمة حق أريد بها باطل، والحق أننا لا نرغب أن ننتظر 30 عاما ليقال فينا أننا أمضينا وقتنا في البحث عن المعرفة عوضا عن صناعة المعرفة. أيها الحفل الكريم، المعرفة هي صناعة التاجر الحصيف، ذلك لأنها رأس المال الوحيد الذي كلما صرفت منه كلما زادت قيمته. فهي المال الذي لا ينفد والعلم الذي لا ينضب. وقد أمر الله تعالى بالاستدادة منه بقوله عز وجل وقل رب زدني علما. لذا علينا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الموقع المناسب لنا في عالم المستقبل، عالم المعرفة. واسمحوا لي أن أقترح 6 محاور للعمل أطرحها لنفيد من هذا المجمع الكريم في هذا اللقاء. أولا، اعتماد نظام متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية من اختراعات وعلامات تجارية وحقوق مؤلف وغيرها من عناصر المعرفة كشرط أساسي للتشجيع على الإبداع، إذ أن الاستثمار يحتاج إلى الحماية. فلن يستثمر لدينا أحد ولن يبدع لدينا أحد إن لم نحمي له حقوقه. ثانيا، إن تحرير التجارة من سلع وخدمات حسب ما تقتضيه منظمة التجارة الدولية
مع الاستفادة من كل الاستثناءات التي تمنحها، وذلك لتحقيق هدفين مهمين: الأول حماية مصالحنا من العقوبات الدولية في حالة المخالفة، والثاني الاستفادة من مزايا الانضمام. والمقام لا يتسع للتفصيل، فمن أراد الاستجادة سيجدني في خدمته في أي وقت. كما تجب الإشارة هنا إلى أننا جميعا نعلم أن اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة المعروفة بالجات هي اتفاقية إذعان، إلا أنني أرى مع ذلك أن منافعها أكبر من مضارها إن نحن عرفنا كيف نستثمر المزايا التي فيها ونتجنب المساوئ التي تنتج عنها. ثالثا، تهيئة الأنظمة التي تحفز على نقل التقنية عبر استغلال ما ورد في اتفاقيات التراخيص والامتياز وغيرها كمرحلة انتقالية لتوطين التقنية لاحقا عبر الاستثمار في البحث العلمي. رابعا، بناء بنية تحتية للمعلومات Information Infrastructure لنستفيد من بنية المعلومات التحتية الدولية التي وقع بشأنها الرئيس كلينتون نظاما شاملا في يونيو الماضي، كما تستفيد منها الدول المقدمة متقدمة تقنيا، وذلك أن الذي لا يملك المعرفة في هذا العصر غالبا ما سيخسر رأس ماله. خامسا، هنالك سيدي صاحب السمو أمية جديدة ظهرت في هذا العصر يجب محوها، وهي الجهل بالتعامل بالحاسب الآلي، فالذي لا يتقن التعامل معه يخرج من المنافسة وتصبح معلوماته محدودة وسرعة تعامله معها مقيدة له. فالعالم أجمع يتجه إلى التعامل عبر الشبكة العالمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وهي من المواضيع المهمة التي طرحت للنقاش في جدول الأعمال المستقبلية لعالم التجارة الإلكترونية الذي كان لي فائدة المشاركة فيه مع خبراء عالميين آخرين. سادسا، إن إقامة منطقة تجارة حرة عربية وليس شرق أوسطية، وأصدقكم القول أن قناعتي الشخصية أن السوق العربية المشتركة للتجارة الحرة قادمة لا محالة، وهذه القناعة تستند إلى قراءة للتطورات الاقتصادية التي ستفرض نفسها على العالم العربي نتيجة عمل العالم وتجاربه بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، ولكي نقرن القول بالعمل، أقدم جمع من إخوانكم على تأسيس مجامع مهنية غير ربحية للقيام بجزء يسير قدر استطاعتها باتجاه ما ذكرت. أولا، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. ثانيا، المجمع العربي للإدارة. ثالثا، المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية. ورابعا، المجمع العربي لحقوق الامتياز ونقل التقنية. وها أنا ذا ختاما أنتهز هذه الفرصة الكريمة لوضع هذه المجامع مع زملائي وخبرتها في خدمة كل من أراد أن يشترك معنا في تحمل جزء من المسؤولية، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام، مؤسسات تعليمية أو جمعيات مهنية. ونحن إخوانكم مستعدون بما يطلب منا إن أتحتم لنا الفرصة لخدمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.